بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في الحلقة التاسعة عشر من حلقات تاريخ الحركة الإسلامية التي نشأت في الصومال أواسط القرن العشرين الماضي وضيفنا فيها الدكتور عثمان عبد الله روبلي أهلا بك يا دكتور عثمان تكلمنا في الحلقة السابقة عن الأحداث المؤلمة التي مرت بها الحركة عام 1977 ميلادية بعد أن انتقلت الفتنة من السعودية إلى الصومال على يد أحد أعضاء الجماعة مما أدى إلى حدوث خلل في العمل الدعوي وإلى اهتزاز الثقة بين قيادة الجماعة وبعض أعضائها وكان ذلك الخلاف في بدايه الامر محدودا في نطاق الامور التنظيميه وكما نعلم كانت هناك موجه جديده من خلافات كانت هذه المره ابعد مدى من الموجه الاولى لانها كانت تمس سميم العمل الدعوي من حيث التصور ومن حيث المنهج الحركي فمتى بدات تلك الخلافات <سؤال> الخلافات الفكرية كانت أوسع نطاقا وأعمق بكثير من الخلافات التنظيمية وقد بدأت في نهايات عام 1977 وبما أن مسألة الخلاف استغرقت فترة طويلة أود أن أشرح أولا الأسباب والظروف التي أدت إلى هذه الخلافات بمعنى الظروف والعوامل التي نشا منها الخلاف وكما ذكرنا سابقا فان الجماعه قررت قبيل حمله الاعتقالات ارسال بعض الاخوه للسعوديه للالتحاق بالجامعات الاسلاميه هناك لدراسه العلوم الشرعيه بتخصصاتها المختلفه وكان من بينهم امير الجماعه وبعد اعتقالنا خرجت دفعه اخرى الى السعوديه فرارا بدينهم من ضغوط الحكومه الشيوعيه ورغبه في استكمال مسيرتهم التعليميه ومن المهم جدا لفهم التغيرات الفكريه التي حدثت في الحركه ان ندرك ان الهدف من ارسال الاخوه الى السعوديه هو ان يقوموا بدراسات متعمقه في العلوم الشرعيه لان كتب ومراجع هذه العلوم كانت قليله جدا في الصومال انذاك هذا من جانب ومن جانب اخر كانت الجماعه تفكر في اهداف بعيده المدى وهي بناء دوله اسلاميه لذا كان من اللازم أن يتخصص بعض أعضائها في هذه العلوم ليسدوا حاجة تلك الدولة في كيفية تطبيق الأحكام الشرعية وليكون المرجع للفتوى في القضايا الناشئة من حركة المجتمع المسلم كما كان من أسباب إرسال هؤلاء الإخوة أيضا الاتصال بالحركات الإسلامية التي انتشرت في تلك الفترة وبلغت ذروتها في السبعينات والثمانينات لكي تستفيد منها حركة الأهل لأنه حتى ذلك الوقت لم يكن بيننا وبين تلك الحركات اتصال مباشر، وكان جل استفادتنا منهم من خلال بعض كتبهم التي وصلت إلينا حتى ذاك الوقت، ولذلك كنا متعطشين جدا للاتصال بتلك الحركات والاستفادة منها مباشرة. كانت تلك الأهداف الرئيسية وراء إرسال هؤلاء الإخوة إلى الخارج. شكرا جزيلا لك دكتور. فواضح من تلك الخطب أن الله سبحانه وتعالى بارك في مساعي هذه الجماعة، فلم يكن الدافع المحرك مجرد حماس عابر أو فكرة مجردة، بل مبدأ يراد تحقيقه في أرض الواقع، ويبدو من هذا علو همتكم وحرصكم الشديد على الفهم الصحيح للقضايا التي تدعون إليها، والاستفادة ممن سبق في هذه التجربة، والاستفادة ممن سبقكم في هذه التجربة للوقوف على منهجهم واساليبهم في مجالات الدعوه والتربيه. واصل مشكورا الحديث عن وضع الاخوه في السعوديه واحتكاكهم بالتيارات الاسلاميه الاخرى. كانت حركه حسن الترابي في السودان اول حركه اتصل معها الشباب في الخارج وذلك ان الشباب الذين ارسلناهم الى السعوديه قبيل اعتقالنا كانوا قد ذهبوا الى السعوديه عن طريق كينيا مرورا باوغندا وجنوب السودان واخيرا وصلوا الى الخرطوم. وعند وصولهم الى هناك بدأوا محاولاتهم للاتصال مع حركة حسن الترابي التي كانت أشهر حركة إسلامية في السودان في ذلك الوقت، فتهيأت لهم فرصة الاجتماع مع قيادات تلك الحركة، وقد كان الشباب جماعة الأهل شديدي الرغبة في الاتصال مع الحركات الإسلامية، وكانت ثقتهم برجالها غير محدودة لدرجة أن الأخ عبد القادر أمير الجماعة والإخوة الذين كانوا معه عندما اجتمعوا مع قياده حركه حسن الترابي عرضوا عليهم تفاصيل اخبار الحركه الاسلاميه في الصومال بل اخبروهم التنظيم السري الذي يدير نشاط هذه الحركه الواسعه الانتشار اعني ان الاخوه وضعوا بين ايدي رجال الترابي كل اسرار جماعه الاهل لانهم كانوا يعتقدون بانه ليس هناك حدود بينهم وبين الحركات الاسلاميه الاخرى ما دام الجميع يسعون الى اعاده الحياه الاسلاميه الصحيحه لكن رجال حركه الترابي قابلوهم ببروده، ولم يعرضوا اخبار حركتهم كما عرض شباب الاهل اخبار حركتهم بحماس وحيويه، ومن هنا اصاب الشباب نوع من الاحباط، حيث شعروا بان حركه التراب تسد باب الامل في امكانيه الاندماج بين الحركتين وتوحيد صفوف فصائل الحركه الاسلاميه، ومما زاد في احباط الشباب انهم عندما تعاملوا مع اعضاء حركه التراب، لاحظوا تساهلا واضحا في سلوكياتهم من حيث الالتزام الدقيق بالسلوك الاسلامي. المطلوب من رواد الحركه الاسلاميه وقاعدتها الصلبه من خلال التميز الواضح من بقيه افراد المجتمع الجاهلي فقد لاحظوا ان الفرق بين رجال التراب وبين السودانيين العاديين فرق ضئيل جدا بينما كان شباب الاهل قد تربوا على منهج التلقي للتنفيذ تنفيذ كل ما يامر به الاسلام من الاذاب والسنن والاخلاق وتميزهم الظاهر في الوسط الجاهلي المحيط بهم كانت هذه من الأشياء التي ساهمت في شعورهم بالإحباط. وبالمناسبة تذكر عندما كنت أحضر رسالة الماجستير في السودان بين عامي 1986 و 1988. تعاملت كثيرًا مع بعض أعضاء حركة الترابي التي كانت في أوج نشاطها وتوسعها في تلك السنوات. وكانت هي أكبر حزب معارض لحكومة الصادق المهدي. فكان معي في الجامعة طلبة كثيرون من هذه الحركة. وعندما لاحظت الضعف البارز في الجوانب التربوية، سألت بعضهم لماذا لا تركزون على هذا الجانب؟ فأجابوا بصراحة بأن هذه من عيوب حركتهم لأنه ليس لديهم برامج تربوية محددة ولقاءات منتظمة لمتابعة هذا الجانب. المهم، لم تعجب الإخوة النسخة السودانية من ظاهرة الصحوة الإسلامية المعاصرة، حيث لم يجدوا فيها ما كانوا يأملونه فتركوها وواصلوا رحلتهم، وأخيراً وصلوا إلى السعودية. وفي بداية الأمر حاولوا الاتصال مع الوعاظ والعلماء والمفكرين المشهورين الذين كانت أسماؤهم لامعة في سماء الحركة الإسلامية وكان في مقدمتهم الأستاذ محمد قطب رحمه الله وكوكبة من شيوخ حركة الإخوان المسلمين الموجودين في السعودية وكذلك اجتمعوا مع رجال الحركات الأخرى مثل الداعي العراقي المعروف محمد محمود صواف الذي كان يسكن في مكة وكان أعضاء جماعة الأهل يحرصون كثيرا على حضور المحاضرات التي يقدمها الشيوخ والعلماء الكبار، وخاصة إذا كانوا من أعضاء الحركات الإسلامية، أمثال الشيخ حسن أيوب من علماء حركة الإخوان في ذلك الوقت، وكانت له حلقة منتظمة في مدينة جدة يقدم فيها سلسلة من المحاضرات، كانت هذه بعض المحاولات التي قام بها شباب جماعة الأهل. لكي يستفيدوا من الحركات الاسلاميه الاخرى حتى لا تفوتهم فرصه لتبادل الخبرات في مجال العمل الدعوي الذي وهبوا حياتهم له وتركوا ديارهم واهاليهم لاجله. فهمت جيدا. فقد بذل الشباب جهودا جباره في هذا الامر. اتصلوا بحركة حسن ترابي في السودان ثم ضافوا بمجالس العلماء في السعودية وأعتقد أن ذلك الوقت كان هو الوقت الذي تواجد في السعودية الكثير من قيادات وأعضاء الحركات الإسلامية المختلفة فماذا كانت حصيلة اتصالات الشباب مع رجال الحركات الإسلامية المتواجدين في السعودية؟ طبعا كانت حركة الإخوان المسلمين أشهر حركة إسلامية في ذلك الوقت ولحسن الحظ كان أغلب أساتذة الجامعات في السعودية من هذه الحركة، فقد كان في هذه الجامعات كبار علماء جماعة الإخوان المشهورين من خلال كتبهم الواسعة الانتشار مثل الشيخ محمد الغزالي والسيد سابق ومحمد قطب والشيخ مناع القطان وأمثالهم، فحاول الإخوة الاتصال بهؤلاء بطريقة مباشرة أو عن طريق حضور محاضراتهم ودروسهم، ومن شيوخ الإخوان السوريين المتواجدين في السعودية آنذاك الشيخ المعروف أبو غدة الفقيه الأصولي ومنير غطبان صاحب كتاب المنهج الحركي للسيرة النبوية والأستاذ حبنك الميداني. هذا بالإضافة إلى العلماء البارزين الذين لم يكونوا من الإخوان أمثال الشيخ متولي الشعراوي الذي كان موجودا في السعودية قبل عودته إلى مصر وتوليه منصب وزارة الأوقاف. والشيخ علي الطنطاوي الشيخ السوري الأديب والشيخ محمد علي الصابوني أستاذ مادة التفسير في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. هكذا كان شباب حركة الاهل يحاولون الاستفادة من اي شيخ او عالم من علماء المسلمين بصرف النظر عن انتمائه الحركي او كونه من المستقلين الذين لا ينتمون الى حركة معينة. فقد انكبوا بشغف على كتابات اقطاب الاتجاه السلفي التقليدي وعلى راسهم الشيخ ابن باز والشنقيطي صاحب تفسير اضواء البيان والشيخ ناصر الدين الالباني الذي كان استاذا في جامعة المدينة المنورة. وفي نفس تلك الفترة ظهرت في الساحة البذور الأولى للسلفية الحركية التي كانت تحاول تقليد التنظيمات التي تمارسها الحركات الإسلامية المعاصرة ومن أشهر علمائها ربيع المدخلي ومحمد أمان الجامي وغيرهم لم تظهر بعد السلفية الحركية الواعية وعلى رأسهم سفر الحوالي وسلمان العودة ومحمد سرور زين العابدين وجماعته ولم تكن الساحة خالية حتى من بعض ما يمكن تسميته بالصوفية الحركية التي تحاول استقطاب بعض الشباب المتدين ومن اشهر علمائها الشيخ علوي الملك الصوفي الذي كان احد اساتذه جامعه ام القرى بمكه المكرمه هذا الى جانب لقاءات اعضاء جماعه الاهل مع بعض شباب حزب التحرير الذين كانوا من طلبه الجامعات السعوديه واخيرا فان اتصالات الاخوه لم تكتفي فقط بالحركات الاسلاميه في العالم العربي بل تمت اتصالات مع اعضاء من حركه الاستاذ المودودي العاملين في بعض الشركات في السعوديه ودارت بينهم نقاشات وحوارات كثيره، وكما روى لنا بعض الاخوه الذين ذهبوا الى السعوديه في وقت مبكر، انهم كانوا يحضرون حلقات جماعه التبليغ ويشاركون في نشاطاتهم في المساجد وفي الخروج احيانا، لقد كان الهدف من ارسال هؤلاء الشباب الى السعوديه الاستفاده من خبرات الحركات الاسلاميه الاخرى الموجوده في العالم، ويمكن القول بانهم حققوا هذا الهدف واستفادوا من كل تلك الحركات. فهمت جيدا وشكرا جزيلا لك. اود ان تخبرنا عن حصيله نهائيه من حضور الشباب لمحاضرات العلماء والتقائهم بالحركات من الاخوان والسلفيه بنوعيها وجماعه المودود والتبليغ والسوفيه الحركيه. في الحقيقه حققت رحله الشباب اهدافها فقد تمت الاستفاده من كل تلك الحركات حيث استطاع الشباب القيام بدراسه عميقه في احوال تلك الحركات وخاصه فيما يتعلق بمناهجهم ومفاهيمهم واساليب دعوتهم فنقلوا لحركتهم التي كانوا يمثلونها الجوانب الايجابيه لتلك الحركات وسجلوا الجوانب السلبيه لتنبيه حركتهم حتى لا تقع في هذه المزالق، ونختم هذا الاستعراض بالقول بان استفاده الاخوه المبتعثين لم تكن محصوره في الاستفاده من لقاءات العلماء ومحاضراتهم، بل كانت هناك فرصه هيأها الله لهم وهي فرصه الالتحاق بالجامعات الاسلاميه وخاصه بكليتي اصول الدين والشريعه، ومن ثم الاستفاده من العلوم الاسلاميه من مصادرها الاصليه حيث كانوا ينهلون من كتب ومراجع العلوم الاسلاميه المتوفره في مكتبات هذه الجامعات بالاضافه الى محاضرات الاساتذه ومقررات الجامعه لقد كان الهدف من رحلتهم ماثلا امام اعينهم وهو ان يكونوا شيوخ الحركه عندما يعودون من رحلتهم ليسدوا حاجه الحركه في معرفه الحكم الشرعي في الحوادث والنوازل في مسيرتها الطويله أعتقد أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر، سنستكمل الحديث عنها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، أعزائنا المشاهدين تابعونا في الحلقة القادمة لنرى هؤلاء الشباب الذين ذهبوا إلى السعودية والتقوا بالحركات الإسلامية الأخرى، ليصبحوا علماء راسخين في هذه العلوم، وسنرى مراحل تطور استنتاجاتهم في مختلف قضايا الحركة الإسلامية المعاصرة. حتى استقر بهم المطاف لاختيار المنهج الحركي الصحيح المنطبط بالقواعد الشرعيه الاساسيه. حتى نلقاكم. السلام عليكم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله